الجزائري رئيس مجلس سيادة والسيد خضر حمد عضو المجلس الاحتفال الكبير الذي أقامه التلفزيون بمناسبة إرساء حجر الأساس لاستديوهاته الجديدة واحتفاله بالعيد السادس لبداية إرساله. وقد كان في استقبال سيادته السيد عبد المجيد أبو حسب وزير الإعلام والشؤون الاجتماعية وكبار رجال الإعلام. وقد افتتح الاحتفال بآية ذكر الحكيم، ثم ألقى السيد عبد المجيد أبو حسب وزير الإعلام والشؤون الاجتماعية خطابا ضافيا تحدث فيه حول التطور الكبير الذي حققه التلفزيون خلال عمره القصير بالرغم من قلة إمكانياته. وبعد ذلك ألقى مندوب تلفزيون برلين الحرة الذي قدم إلى البلاد للمشاركة في احتفال التلفزيون بعيده السادس، ألقى كلمة أشاد فيها بالمستوى الرفيع الذي حققه التلفزيون السوداني. وقد ألقى سيد الرئيس إسماعيل الأزهري خطابا ضافيا تحدث فيه حول أهمية أجهزة الإعلام والدور الكبير الذي يقوم به التلفزيون لخدمة المجتمع ودعم الوعي القومي. وبعد ذلك تفضل سيادته بإرساء حجر الأساس لاستوديوهات التلفزيون وسط مظاهر البهجة والفرحة. الحاجة إلى التلفزيون في كل أنحاء العالم دائما موجودة، ولكن بالنسبة لدول العالم الثالث خصوصا في إفريقيا وفي العالم العربي لم تكن من ضمن الأولويات، ذلك لأنه التلفزيون يعني في عندما بدأ عندنا هنا في السودان ما كان منتشر في العالم كثير. مسيرة 50 عاما لنشأة تلفزيون السودان بدايات لعبت فيها الصدفة دورا كبيرا، لكن بين الصدفة والنجاح قصصا وحكايات خط أحرفها بمداد من ذهب، رجال منهم من سبق ومنهم من بقي شاهدا عليها. كانت البداية بالنسبة لنا يعني طفرة كبيرة جدا. التلفزيون جانا عن طريق الصدفة، وهي كانت من الصدف الحسنة جدا. وأنا ذكرت دائما أنه القائد اللي هو طلعت فريد كان وزير الاستعلامات والعمل في فترة حكم عبود، طلعت ده كان لما كان ضابط صغير وفي القيادة الشرقية كان القائد بتاعه العقيد سيرجاي، اسمه العقيد جاي كامبل، واللي هو أصبح بعد ما تقاعد أصبح سير جاي كامبل، وعمل مع شركة اسمها شركة تومسون. فجايز قدم العرض لطلعت، لما جاء هنا عرف طلعت الوزير وهو ضابطه القديم، فجاء وعرض عليه أنه يعمل تجربة زي بتاعت كينيا وأنه تكون على تجريبية لفترة معينة من الزمن، فإذا نجحت ممكن يتم التعاقد ببناء محطة تجارية، وده كان كله على أساس تجاري. يعني ما يعبر عن الاستقلال الحقيقي كان يمثل الهم الأكبر للجيل الأول الذي بدأ العمل في التلفزيون، وذلك للخروج برسالة إعلامية.